في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة الإنتاج الشخصي. هذا الشوط التاسع في المجموع في أول المراكز. هذه مسقط للسيد فيصل ابن شفيع المري مع مسقط في أول المراكز. زمان في ثانية المراكز هذه عزاب للسيد علي بن محمد العبدشة الخيارين مع عزاب في هذه اللحظات في ثاني المراكز. اما اللي في ثالثة المراكز هذه مزون لسيد سعيد ابن حمد الزيح مع مزون في ثالث المراكز. الرابعة المراكز هذه الظبية لسيد محمد بن عبد العزيز العطية مع الظبية في رابع المراكز. خامس المراكز الشاهينية لسيد حمد بن جار الله البريدي في هذه اللحظات خامس المراكز. ولكن في اول المراكز هذه عزاب للسيد علي بن محمد العبدش الخيارين في اول المراكز مع عزاب. ولكن اللي زيح من الجانب الدوني مع مزون السيد سعيد بن حمد ابي اللي زيح المري السله انتزعت المركز الاول. ثاني المراكز هذه عذاب ويتعود ملكيه عذاب للسيد علي بن محمد العبدش الخيارين. ثالث المراكز هذه شاهينية لسيد حمد بن جار الله البريدي في ثالث المراكز. الرابع المراكز الشاهينية لسيد حمد بن جار الله البريدي في رابع المراكز. ولكن روح مع عذاب هذه عذاب في اول المراكز انتزعت المركز الاول وسيطرة سيطرة تامة. عذاب لسيد علي بن محمد العبدش الخيارين في اول المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون مع عذاب في اول المراكز لسيد علي بن محمد العبدش الخيارين. نقول تهانينا ناموس على هذا الفوز، فوز عزاب بالمركز الأول. هذه عزاب انتزعت المركز الأول للسيد علي بن محمد العبدش الخيارين. أما اللي في ثاني المراكز وصلت الشاهينية للسيد سعيد بن حمد بن زيح المري، ومن الجانب الدوني الشاهينية للسيد أحمد بن جار الله البريدي. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:16 ست اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. افضل توقيت حتى هذه اللحظات مع مبلش السيد هادي بن محسن هادي بن راشد بن ديلة، والثاني لمحسن بن راشد بن ديلة المري. تهانينا والناموس.